حول هذا الموضوع يسعدني أن ينضم إلي من لوس أنجلوس الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ توفيق طعمة. أستاذ توفيق، أهلا وسهلا بك وأسعد الله مساءك. حياكم الله أخي الكريم، تحياتي لكم وللمشاهدين الكرام. أستاذ توفيق، نتنياهو يقول أن هناك ترسانة من القوانين من الجمعية العامة للأمم المتحدة كانت ضد الكيان الصهيوني. على الطرف الآخر حماس تقول أن هناك ترسانة من القوانين التي خرجت من الجمعية العامة للأمم المتحدة ولم تفعل شيء. نقف عند هذا القانون، هل يختلف عن سابقه؟ أولا لا أعتقد أن هذا سيختلف عن سابقه. أولا وفعلا كما تحدث رئيس العدو الإسرائيلي أن هناك ترسانة من القرارات لم يتم تنفيذها، وأيضا نفس الشيء كما تفضلت، كما تحدث الناطق باسم حركة حماس، أن هناك أيضا هناك ترسانة وهناك الكثير من القرارات الأممية لصالح الشعب الفلسطيني وضد الاحتلال الإسرائيلي، إلا أنها لم تنفذ أي قرار حتى هذه اللحظة منذ احتلال فلسطين وحتى الآن. أي يعني لا، هناك عدة قرارات في الأمم المتحدة حتى الآن لم يمرر أي قرار، قرار عودة الشعب الفلسطيني، قرار تحقيق المصير، تقرير المصير للشعب الفلسطيني، انسحاب إسرائيل من الضفة الغربية. يعني كل هذه الأمور منذ احتلال فلسطين 48 وحتى الآن أكثر من 75 عام، وحتى الآن أن القرارات يعني لم ينفذ أي قرار حتى هذه اللحظة. بالتالي طبعا يعود هذا للضغوطات، لنفاق المجتمع الدولي، وأن المجتمع الدولي ليس جادا في وجود حل للقضية الفلسطينية. يعني المجتمع الدولي وعلى رأسهم أمريكا استطاعت يعني أن تدير الصراع ولا تريد حلا للصراع. يعني هذه هي المسألة لأكثر من 75 عام، شعب يقع تحت الاحتلال طول هذا الوقت ويتعرض لأسوأ النظام، يعني يقع تحت أسوأ نظام فصل عنصري عرف في التاريخ، وحتى الآن والعالم يشهد على ذلك والمجتمع الدولي يدرك ذلك تماما، إلا أن إسرائيل تعتقد أنها فوق القانون، وأن العالم المجتمع الدولي حتى الآن لم يتخذ القرارات اللازمة يلزم إسرائيل بتنفيذ جميع القرارات اللي صوتت عليها الأمم المتحدة لصالح الشعب الفلسطيني.